مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي، تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. النجم الرياضي الساحلي يستضيف اليوم نادي الهلال السوداني على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، مقابلة تنطلق مع 8 متاع الليل وتندرج في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابط الأبطال. مقابلة اليوم باش تكون منقولة على قناة بين سبور ستة بإدارة الحكم الغاني دانييل لاريا. هات نعطيكم التشكيلة المنتظرة لفريق جوهرة الساحل في مباراة اليوم. في حراس المرمى رائد القزاح، في الدفاع لؤي بن حسين، حسين بن علي، صلاح الغدامسي وحمزة جلاسي، في وسط الميدان سميلة، سيدي بي، جاكم بي وأسامة عبيد، وفي الهجوم ياسين الشماخي، رقي العواني ويوسف العبدلي. ممثل تونس الثاني في رابط الأبطال الترجي الرياضي باش يستقبل غدوة نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي لحساب نفس الدورة على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، مقابلة باش تنطلق مع 8 متاع الليل كذلك، وباش يديرها الحكم التوغولي الحاجي أولاوا محمد. في كأس الكاف النادي الإفريقي يحل نهار الأحد ضيف على نادي ريفرز يونايتد النيجيري لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، مقابلة باش تنطلق مع 4 متاع العشاء على أرضية ملعب يوكوبا جون، وباش يديرها الحكم الموريتاني دحام بيدا. فريق بي بجديد تحاول اليوم الصباح في طائرة خاصة لنيجيريا، باش يكون محروم في المقابلة هذه من خدمات غيث الصغير علي العمري وحسام السويسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تغيير توقيت انطلاق مباراة كلاسيكو الجولة الرابعة اياب من البطولة الوطنية اللي باش يجمع بين النادي الافريقي وضيفه نجم الرياضي الساحلي، مقابلة باش تتلعب نهار الخميس 14 ديسمبر ملعب حمادي العقربي برادس، باش تنطلق مع 5 متاع العشية عوضا عن الماضي ساعتين. نذكروا مباراة الذهاب في ملعب سوسة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. أولمبيك سيدي بوزيد عين رسميا نضال الخياري للإشراف على حظوظ الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلفا لمحمود الدريدي. هذا يحتل أولمبيك سيدي بوزيد المركز العاشر في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 مقابلات. الهيئة التسييرية لنادي حمام الأنف أعلنت توصلها لاتفاق مع المدرب نوف الشبيل للإشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم. هذا باش يباشر شبيل مهامه مع الهمهمة انطلاقا من الأسبوع المقبل. نحكيو باسكيت، الاتحاد المنستيري اعلن رسميا عن تعاقده مع المدرب الوطني عادل التليتلي خلفا للصربي ميلوش. هذا باش يمتد عقد التليتلي مع فريق عاصمة الرباط الى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي. من كرة السلة نمشيو لكرة اليد، نهاية الاسبوع تتلعب مقابلات الجولة 16 من بطولة النخبة. هات نعطيكم البرنامج. اليوم الجمعة 5:30 متاع العشية الترجي الرياضي يستقبل البعث الرياضي بابن خيار. غدوة السبت ماضي ساعتين النادي الهلالي يستضيف اتحاد منزل تميم. ماضي ثلاثة النادي الافريقي يلعب ضد شبيبة الشيحية. الاربعة متاع العشية ديربي الساحل بين النجم وضيفه مكارم المهدية. في نفس التوقيت نادي ساقيت الزيت يواجه نادي كرة اليد بجمال، والخمسة متاع العشية سبورتينغ المكنين يحل ضيف على نصرة بولبا. نختموا ريبريك متاعنا بكرة القدم الاوروبية. هات نعطيكم برنامج ابرز المواجهات اللي باش تتلعب اليوم. في البوندسليغا الألمانية 8:30 متاع الليل اوفنهايم يستقبل بوخوم. في الكالتشو الإيطالي 9:15 متاع الليل مباراة القمة باش تجمع بين اليوفي وضيفه نابولي. في الدوري الفرنسي 9 متاع الليل مونبيليي يستضيف لانس. كان هذا بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على السيت تونيزيو نيميريك.com. نتقابلوا في مواعيد لاحقة.